المشاركة في معرض الآسيوي للخدمات الدفاعية 18 في عاصمة ماليزيا كوالالمبور بمشاركة كبيرة من جميع الجهات العسكرية من دولة الإمارات ومشاركة مجلس الإمارات الشركات الدفاعية. اليوم الحضور في معرض آسيا للخدمات الدفاعية كان جداً متميز لأهمية هذا المعرض لموقعه وللحضور اللي يتميز فيه خاصة دورة 18. وجود دولة الإمارات مع شركاتها والتمثيل للوفود لحضور المعرض كان متميز جداً، فشكراً على هذه الجهود المبذولة من جميع الأطراف من دولة الإمارات والمشاركين من جهات رسمية وزارة الدفاع والقوات المسلحة والعديد من الجهات اللي شاركت معنا. نشكرهم اليوم على حضورهم المتميز الملفت لجميع الزوار في هذا المعرض، فشكراً جزيلاً. هذا يدل على العلاقة الاستثنائية ما بين ماليزيا ودولة الإمارات العربية المتحدة من علاقات سياسية وعسكرية متميزة، فشكراً على كل من خدم في هذا المجال. أتمنى لهم إن شاء الله التقدم والمزيد والازدهار في هذه العلاقة. شكراً جزيلاً.